الجبل هنا قريب فالمية نزلت على الجبل راح نزلت هنا وقعت البيت خالص. في اوضه النوم اللي هي باظت خالص وقعت. في كمان اوضه ثانيه في اوضه ثانيه موجود بعد البيت. تعال ده السقف علشان منه للهواء على طول منه للسما نزل بوظ كل الحاجات دي وده اللي انتوا محتاجين تعملوه. حته الكنيسه حته الكنيسه ده حته الكنيسه وادي الباب من هنا قعدنا 10 ايام بره عند الدراري ما قعدناش في البيت ناموا في الحته دي قلبنا رب يسوع يعمل لنا قوه. ده الدولاب اللي كان فيه وقعت عليه وقعت على المحل. املك في الرب ما كلنا املك في الرب. تعالوا كده شوفوا الرب. تعالوا بص استنى تعالوا اقول لكم تعالوا بعت الحاجات دي للرب على طريق الاخت ايفت البياض. حلو بص يا ام كرم الاوضه بتاعتك اللي وقعت دي الرب بعت لك على طريق الاخت ايفت واحنا معاها اهو شركاء الخدمه اللي هنسقفها لك. ايه رايك؟ شكرا لي جوه للرب جوه للرب جبنا لك كل ما الميه اهو وده الحاف عشان الشتاء ودي مروحه سرير ايوه دي ده عز يعني فرحانة تقول ايه للرب بقى؟ اشكرك على كل شيء ورفع السماء وبسط الارض وهو مهتم بيا مهتم بيا وانا من الصغر يهتم فيها لحد الطفل. امين. Thank you.
بشكر الرب يسوع، هو وعدني ووعده برضه بحبه. اشكرك من السماء الارض يا خشيت فيك. ايوه يا ست بيت، تشكرك من السماء للارض ان الرب بعت عن طريقك الحاجات دي. يلا ربنا يبارك.